Yeah. شوفي رح نحتاج لإلها كيلو صدر دجاج مقطع، فلفل رومي ألوان، أحمر أخضر أصفر، كل إشي عندهم، بصل مقطع جوانح، بهارات فاهيتا أو البهارات المكسيكية اللي عملناها، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، وكوب جبنة شدر، وكوب جبنة موزاريلا، تشيبس طبعاً اختياري، وخبز تورتيلا أو تورتيا. أنا بعرفش لأنه ناس بيحكوا هيك وناس بيحكوا هيك. يا سلام، جد مفيدة بعدين، فيها كل شيء، وهن بيستعملوا الخضرة كتير. وحبيت انه البهارات ناشفه هيك عليها بتعطيها طعمه كمان زاكيه وغريبه. رحت هلا لما تدوقيها كثير رح تحبيها، بعرفك قديش بتموتي على البهارات. طيب شوفي في هلا انا رح اعملهم الفاهيتا بس اليوم بطريقه مختلفه، ما رح استخدم مقلايه، ما رح استخدم حطي زيت وقصص، بدي اعملها بطريقه كثير ابسط من هيك لانه بالنهايه انا بدي النتيجه اللي تطلع معي كيف النكهه. رح احط اول شيء شوفي صدر الدجاج هيك. اوكي هي بس هذا احطه على جنب، وراح احط جنبه الفلفل الالوان. حطوا ايش بتحبوا، اخضر احمر اصفر الموجود ما كان موجود، يعني كل الالوان يستخدموا اللي هن موجود عندهم بالبيت يعني ما يتقيدوا. اوكي وزائد انه بتعرفي شو انا بحب كثير طلعي الوانهم تعطيكي تفتح نفسك على الاكل. مزبوط انا بحب الاكل دائما بكون صح على الاكل بس بحب برضو الالوان والبصل. انا مقطعين لي اياهم. بتحطيهم كلهم بالصينيه؟ كلهم بالصينيه واحده. ولا راح احط شيء على الجنب ولا شيء، راح احط معاهم شوي زيت زيتون. تمام، وملح تقريبا بدنا معلقه كبيره لهي الكميه، لا معلقه ونص حسب ايش هم بيحبوا مالح وسط. وانا بستخدم البهارات الفاهيتا او هلا البهارات المكسيكيه اللي احنا عملناها تزبط لتنتين. اوكي بس هيك بدي اقلبهم هيك مع بعض. هاي وصفة للستات المستعجلين. اسمع هلا لما تدوقيها مش تحكي مستعجلين، رح انا بحب شوي اقلل فاتو هدول القصص بس لا بهاي. انا مو مخليه نوع جبنه. هلا شو رح اعمل؟ رح اخذها احطها بالفرن بدها تقريبا 20 دقيقه. اوكي بعد 20 دقيقه رح اورجيهم كيف رح نقدمها بطريقه مختلفه. خليني احطها بالفرن وارجيهم كيف رح تكون بس تستوي. اوكي شوي لساتها سخنه، حطيتها قبل. شوفي كيف تمام، نحط هذا هناك وهذا. هيها شوفي كيف ناشفه، ما عليها إشي دهون، ما عليها متشربة مي كتير. وين القالب رح نستخدمه؟ هيو طلع بدور عليه، هو هيو طلعي. أنا جبت القالب المتحرك تمام؟ تبع التشيز كيك بالضبط. هلا إذا هن بالبيت ما عندهم إياه يعملوها عادي بصينية مدورة عادية ويحطوا تحتها قزديرة حتى يقدروا يرفعوها. أوكي رح أدهنها بهاي الطريقة، زيت بدهم سمنه بدهم زبده اللي بيحبوا. راح احط خبز تورتيلا هيك شايفه زي كاني عملت قاعده. بعدين طلعي كيف بدي اخلي الطرف نص تحت ونص فوق. اوكي هي الفاهيتا كل حدا بيعملها بس هي الطريقه كيف نبدع فيها ونعملها شيء جديد مختلف. فانا حبيت اليوم حضرت كثير وصفات وطرق احنا عاملينها فحبيت نعمل شيء شوي مختلف عن ايش احنا بنعمل دائما. تمام هلا وين الجبنه؟ خليني اجيب بس جلاس. هاي الجبنه قدامي. نوعين استعملتي؟ استعملتي التشيدر والموزاريلا. والموزاريلا هلا بالمطبخ المكسيكي التشيدر كثير مستخدمه ف ولها نكهه حده هيك لذيذه فاستخدموها. انا بحب البوريتوز كمان كثير زاكي بهاي الوصفه بنحط بس انا الصراحه ما حطيته لانه ما بعرف قد ايه الناس بتحب هاي النكهه او بتتخيلي تحطي إشي مع الاكل رز. بالضبط بحطوا بالبوريتوز بحطوا رز وطبعا كل الخضره وكل الصوص اللي بدك اياه 100%. بس في ناس ما بحبوا الرز مع الخضره والدجاج. شايفه كيف؟ انا كنت رح احط تشيبس الصراحه، التشيبس الذره المكسيكي كثير مع هاي الوصفه بالبعض بس قلت لك كمان مو عارفه قد ايه الناس رح يحبوه او ما يحبوه. بدي اتاكد بس هذا بيرجع لكم اذا انتم بتحبوا كمان تشيبس بتخيل بيطلع طعمها زاكي كثير. انا حطيت نص الكميه وراح ارجع احط كمان مره. حطينا خبز حطيتي خبز بالقاع كمان وحده عشان تعملي كمان طبقه. مزبوط وتشيز يمي، هاي رح تطلع بتشهي. شوفي منظرها انت ما اخذت وقت، يعني انا بس ابلش معهم بحب اعملهم اشياء من البدايه للنهايه عملتها قدامهم عشان يقدروا يتحمسوا هيك يجربوها بالبيت عارفه.
ما قلتي لي ايش اكثر يعني اكله اكلتيها وحبيتيها وانت مسافره؟ هلا انا رحت على رومانيا وبلغاريا. اوكي. هن بحشوا الملفوف زينا عندهم ملفوف. بس ملفوفنا كثير اسكى. حبيتي الاكل العربي اللي احنا بنعمله ولا الاكل اللي هن؟ لا هن بيعملوا مثلا بيعملوا زينا مثلا طواجن، وبعملوا الاشي دقته كمان هذا اللي بقول لك الملفوف زي الملفوف تبعنا، بحشوه كمان رز وهيك. بس وين ملفوفنا؟ احنا اكلنا غير. انا مبسوط انه اكلنا طيب كثير. رح احطها بالفرن، خليني اورجيهم الجاهزه. اوكي. تاخذ بالفرن تقريبا 5 لـ 7 دقائق. لا هاي سخنه مش رح اقدر. بس 5 لـ 7 دقائق بس يتحمر وتسيح الجبنه، احنا ما بدنا فيها كثير وقت. صح، لانه كل شيء مستوي، بس بدنا الجبنه تسوح والتورتيلا براد هذا يتأحمش. يامي يامي يامي. عملتينا اياها زي الباي انتي يعني. بالضبط، فهيتا باي خلينا نسميها. اوكي. حبيت انه الناس تاخذ فكره جديده لشيء مختلف ونكهته اسمها كثير طيبه. روعة. طلعي شوفوا شو حلوه. واو، حبيتي اعتقد حلو شكلها، روعه.